بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا سعيد ألتقي معكم من خلال هذه القناة الخاصة عبر اليوتيوب. يمكن هي فكرة زميلي محمد الجفيري، أصر أن احنا نعمل قناة مع بعض سريعة ونبث من خلالها أيضا بعض الملاحظات، بعض الأخبار المجتمعية، بعض الاقتراحات وما إلى ذلك. وإحنا جالسين صراحة سألني محمد حسن هل ممكن أن نطرح تساؤل عبر تويتر ونستقبل عليه بعض الملاحظات أو الاقتراحات أو الأجوبة ونطرحها عبر القناة، فقلت بالعكس شيء طيب، والحمد لله عندي كثير من الأخوة المتابعين اللي هم ممكن يخدمون الأفكار اللي احنا ممكن نقدمها، وأيضا نستنير بآرائهم وبمقترحاتهم ونرفعها أيضا للجهات المعنية إن قدرنا. فطبعا أنا طرحت سؤال يعني للجميع، هل أنتم مع فكرة تخصيص يوم للنساء فقط في المجمعات التجارية ولماذا؟ طبعا هذا السؤال قد يكون الحديث عنه قديم جديد، ولكن هو واقع يومي، واللي خلاني أتكلم عن هذا الموضوع طبعا الفترة الماضية كثير كانت تأتي بعض الملاحظات وكنا نسمعها ونتابعها، وحتى بعض أسرنا كانت تتضايق طبعا لما تدخل أي مجمع تجاري يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الشباب بحيث أنهم يأخذون راحتهم. فقلت خلني أطرح هذا السؤال، وراح أنقل لكم الآن مباشرة بعض الردود التي وصلت مباشرة بحيث نعرف الرأي العام، رأي الشارع القطري حول هل أنتم مع تخصيص يوم واحد للنساء فقط في المجمعات التجارية، بحيث تدخل المرأة فقط، هي المرأة التي تدخل مع بناتها، تدخل تتسوق تخلص وتطلع. حتى أنا ودي صراحة أن المحلات التجارية نفسها الباعة الموجودين داخلهم أيضا كل النساء، بحيث أن خلاص هذا اليوم مخصص للنساء فقط ولا رجل يكون متواجد داخل. فخلني أقرأ لكم بعض الردود اللي وصلتنا الآن واللي ممكن يعني تكون ردود إيجابية، منها ما هو مؤيد ومنها من هو معترض. مثلا هذا رد يقول فكرة زينة عشان يأخذون راحتهم بما أن تجمع الشباب عند الكافيهات وتمشون فما نحس براحة. فكرة ثانية يقول إيه ليش لا، خلي يأخذون راحتهم من طبعا مضايقات الشباب، هو كاتب المغازلتية الأخ إبراهيم السادة. الأخت فجر العمادي تقول يفضل لأن الشباب ما لهم داعي في المجمعات لو إيش مكان عنده. كوكا صالح اليزيد تقول أستاذي نتمنى ذلك، لكن نطبق قانون منع الرجال من البيع، وياريت يطبق قانون منع الرجال من البيع في المحلات النسائية، وأنا أشدد على هذا النقطة. يا جماعة الخير يا مسلمين الكرام أرجوكم ما نبغي رجال يبيعون في المحلات النسائية الخاصة، المحلات النسائية الخاصة هي تبقى للنساء فقط. يا أخي استبدلها، الشاب اللي تحط الوسيم هذا في المحل شيء، لو جيب مكانه سيدة هي أقرب للنظر وأقرب للمعرفة لخصوصيات النساء. ننتقل أيضا إلى تعليق آخر يقول والله يا حسن إذا كان البائعين اللي في المحلات نساء ما في مشكلة إذا صار يوم مخصص للنساء، أما إذا كان البائعين رجال فهذه المشكلة. أيضا رد آخر يقول إذا كان البائعين نساء ما عندنا مانع، لكن ما أعتقد يفرق هاليوم إذا كان البائعين من رجال، يعني ما سوينا شيء إذا كان منعنا دخول الرجال وأصلا في رجال داخل يبيعون فما سوينا شيء، هذا مجرد مقترح. أيضا الأخت روضة الهاجر تقول لا، لأنه بيكون مكان لتجمع ما يسمى بالبويات وحبايبهم، كفاية الجامعة وبلاويها تجمع لهم، نفتح لهم باب ثاني، فأرجو نحن ما نفتح هذا الباب. إذا هناك في رأي معارض أيضا. أنا عن نفسي معك وفعلا رأي حلو، يفكنا من الحريم شوي. هذا طبعا رأي مغاير هذا من أخ اسمه حسن بن محمد، يقول أنا عن نفسي معاكم ورأي حلو يفكنا من الحريم شوي. ما أدري شو يفكنا، ما فهمت فكرة وجهة نظرة، ولكن هو يقصد يمكن ما أدري إيش، ما بقدر أحط في ذمتي شيء يقصده. الأخت دوحة المديد تقول نعم ناخذ راحتنا، لا عائلات أحسن، خلي لا يعني يقول لا خلي عائلات أحسن، لأن يوم النساء ما ينفع. ستعرف الإشكال اللي راح تطلع وما أقدر أوضح أكثر. علي الجهمي أعتقد أو شيء يقول الأفضل أن لا يخصص يوم النساء لأن رجال لأنهم رجال مثلنا، ولا نرضى بأن يدخلون أهنم بدون رجل يحميهم. مها تقول أنا ضد هالفكرة ولأسباب لا تذكر.
لا طبعا فرضا بطلع مع زوجتي وعيالي، ما نبي ما نبي تفكك أسري، خلونا كذي أحسن، بس يزيدون أماكن العائلات لأن الشباب مسوين احتلال في بعض الأماكن. فكرة حلوة، بس محلات الملابس الرجالية بيتأثرون اقتصاديا. يعني مثل ما قلت لكم هي آراء ما شاء الله مختلفة، ولكن هناك من هو مؤيد وهناك من هو معارض. طبعا أتمنى أيضا إضافة موقعنا عبر الفيسبوك الخاص في هذا اليوتيوب، راح إن شاء الله ننزل لكم بعد شوية في اليوتيوب، وأيضا عبر موقعنا في شبكة تويتر التواصل الاجتماعي. هي آراء مختلفة مثل ما قلت لكم، وإحنا نحاول طبعا هنا نوجد الجديد لكم. راح نطرح سؤال آخر في يوم آخر، وراح نشوف الآراء وراح ننقلها لكم على طول. هذا الأخ يقول لا للعائلات أفضل إنشاء مجمع أو سوق خاص للنساء يكون أفضل مثل الشارجة وأبو ظبي، فكرة أكثر من رائعة. يعني هي مجرد أفكار إحنا نطرحها، وإن شاء الله تصل إلى السادة المسؤولين. شلون؟ طيب. طب أيضا أخي محمد جفير يقول لي حس يا ريت أيضا أنهم يساعدونا في نشر هذا التسجيل، هو طبعا كتجربة أنا أعتبره، وأتمنى أن يلاقي النجاح المنتظر بإذن الله تعالى. عموما نترككم الآن أعزائنا المشاهدين، ونلتقيكم في مقطع آخر وأيضا مقترح آخر وملاحظات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا لكم، مع السلامة.